مساكم الله بالخير. اليوم حنا في جمعية المكفوفين الكويتية، قدموا لنا دعوة وإحنا هنا نسوي النقصة أو نقصة القصار عندهم. وطبعا أنا أتشرف في هذه الجمعية اللي تأسست لها باع طويل، وتشوفون وراي يمكن الصور من السبعينات، كانت من الأعضاء اللي هنا موجودين في فناناتنا القديرة عائشة المرطة وغيرها وغيرها. بس اليوم اللي إحنا نستضيفها ويانا المحامية هنادي العماني، حصلت على مزاولة المحاماة، عدل؟ أنا مزاولة المحاماة، وهذا كان شيء يعني غريب. هي أول محامية كويتية كفيفة، يعني شلون نقول لكم، تحدت الصعاب كلها وقدمت كذا مرة، عدل؟ أي عشان تظهر بالصورة اللي تقول لكم ما في فرق، بني آدم إذا كان عنده طموح وعنده قدرة يقدر يؤدي. الأعمى مو عمل بصر، عمل قلب. الحمد لله، عسى الله ينعم علينا بنعمة البصر، وإن شاء الله يفتح قلوبنا وياكم. آمين. الله يسلمك. بس نبي نبدأ شوية عن حياتك. أول شيء حياكم الله ويعطيكم العافية، شرفتنا وجودكم معانا. تسلمي. الله يسلمك. محامية هنادي العماني، هي طبعا أول كويتية كفيفة. نعم. حاصلة على لصنص حقوق، وأول وحدة حاصلة على مزاولة مهنة المحاماة في الكويت، أحد عضوات جمعية المكفوفين الكويتية، وكنت من المؤسسين للجنة الحاسوب أو مركز الحاسوب في جمعية المكفوفين الكويتية، ورئيسة لجنة المنارات في معهد المرأة للتنمية والسلام، وعضوة في لجنة ذوي الإعاقة في جمعية المحامين الكويتية، متدربة عند المحامي السيد مهدي رمضان. ما شاء الله عليك. حاليا تقريبا باقي لي شهرين اكون محامي كلي، وان شاء الله بعدين اكمل ان شاء الله. منها لاعلى يا رب، ان شاء الله منها لاعلى. وهذا شيء نحن نفتخر فيه، نفتخر في بناتنا بالكويت، ونفتخر في الشيء اللي سوته وكفاحها. فاليوم هذه النقصه حق جمعيه المكفوفين، وانا بحاول على اللي قدرني ان شاء الله اني اسوي شيء يمتعكم، هم طبخه جديده وهم مكان جديد، وتتعرفون على الاشياء اللي عندنا بالكويت. ونحيي طبعا القائمين على هالجمعيه هذه، ما قصروا، لان وروني النوادي اللي عندهم، وروني حمام السباحه، وروني عندهم مطبعه كامله لعمل القران الكريم في باللمس، ويطلع من الكويت لاي مكان ثاني، يعني الخليج او حتى لخارج الكويت، فشيء يشكرون عليه. الحين نقول لك مشكوره وما قصرتي، واحنا بنرد حق طبختنا، نرجع لكم بعد شوي. ردنا لكم مره ثانيه، نقول لكم عن طبختنا. طبختنا اليوم بنسوي لكم طبختين، واحده لحم وواحده دياي. وتعمدت انا اليوم ما احط شيء في عظام او في اشياء يعني تحتاج الى تفكك او شيء، لان اخواننا المكفوف ابيهم ياكلون براحتهم عشان اطمن ان الاكله توصلهم عدله وحلوه. اليوم اكلتنا عباره، الناس كلها تعرف العيش والشبنت اللي يحطون في الباجله الخضر، بس والعيش واللوبه مع الشبنت قليل ما يسوونه، بس هو اكله لذيذه، وياها اللحم، وبنسوي بعد زياده عليه حشوه من اللحم. ونسوي طبخه ثانيه اللي هي مضروبه الدياي الحمراء، اللي هي مو المضروبه العاديه اللي يحطون فيها سلق ويحط اللي مثل الشله، لا، هذه بس دياي وعيش وفيها شويه طماط، فتكون حمراء ومثل الريش بس تستوي على العيش. الحين بقول لكم المكونات. طبعا عندنا اليوم احنا مختصرين السالفه، ما حطينا لكم الجدور والشول والعفسه، راح نستخدم الرايس كوكر او الجدور اللي هي الكهرباء. مكوناتنا عندنا طبعا البصل، لازم عندنا البصل موجود، راح نحط شويه زيت هني وشويه زيت هني حق الجدرين، وبعدين أضيف، نبي نصيرهم حارين. عندنا البهارات اللي بنستخدمها اللي هي هيل وكركم وبزار مال البيت وشوية لومي أسود، هذا حق الدياي اللي بنحطه مع الدياي. أما حق اللحم لا، نفس الشيء، بس ما راح نحط فيه اللومي الأسود، اللي هو الكركم والبزار العادي وشوية هيل وشوية كاري. هذول الأشياء أنا اختصرت عليكم الوقت. عندي اللحم سلقناه في البيت، اللحم مسلوق في البيت على دارسين وهيل ومسمار وشوية ملح وياه، يعني بهارات السلق العادية، وراس بصلة من غير طماط. أما الدياي
الدياي انا بوريكم شلون. انا مستخدم صدور الدياي اللي هو هذا صدر الدياي، اوريكم اياه كذي، وبعدين فتتناه اسهل لنا لان هني ما عندنا صفريه ونقدر نضرب، ففتتين الدياي عشان نقدر نضربه هني مع العيش. الدياي مسلوق نفس الطريقه بس اضافه على الدارسين والهيل والمسمار ضفلانه شويه طماط وبصل عشان يطلع الطعم ماله. ويبنى الماي اللي استخدمناه اللي هو الستوك، هذا ماي الدياي وهذا ماي اللحم. راح نستخدمه الحين بالطبخ. خلكم ويانا بس تحضر الجذور وتحمى، راح ارد لكم مره ثانيه. حمت الجذور، بنزل البصل على طول. بدنا شويه بصل هني وشويه بصل هني على طول. والبهار انا قلت لكم بسوي في هذا المضروبه اللي هو مضروبه الدياي لومي الاسود وشويه بهار مال البيت المخلوط وشويه هيل وشويه كركم على طول عليه. والثاني نفس الشيء، ننزل البصل هناك، بس بشيل لكم بشيل عن العيدان اللي هذا كان المفروض حق السلق، احنا سالقين وخالصين فما نبي نستخدمه الحين مره ثانيه. على البصل نفس الشيء. ترى الطباخ متعة لما تكون محضر كل شيء يمك، بس أنا يضحكوني هاللي بيطبخون وتروح المطبخ حتى جدرها من البارحة مو مسبع، فيعني شلون بتطبخ؟ لا لازم يكون كل شيء عندها ذاهب. هذا البصل خلصنا منه. الحين عندي هذا اللحم وعندي اللوبر، بس انطر شويه البصل تطلع ريحته يتحمر، ما ادري انتم شموا طلعت ريحه البصل ولا بعد. ها يبيلها شويه تظهر. ها عندي هذا اللحم المقطع، شوفوا باين عندك. أباخذ، ما راح أخذه كله لأني بسوي حشوة عقب من فوق، بس أحط عشان الطعم يصير ببطن العيش عشان يطلع الطعم ماله. والباجي حتى ما يبث أزله وياه مو مشكلة، الباجي بخليه حق الحشوة عشان يصير من فوق. وطبعا اللي يطلع طعمه ونكهته الشبنت، الشبنت الخضر، احنا بنحط بالحشو بنحط ببطن الجدر. هذا معي تبطل، هذا الشبنت نص الكمية ببطنه ونص الكمية بنحطها عقب مع الحشوة. أنا طلبتكم مالي تحط لي شبنت يابس، شفتي؟ شبنت يابس ما يبتو؟ بلا كهوة عافية، شبنت اليابس طبعا مسبعينه ورادي ناترينه مرة ثانية. الحين تطلع ريحة الشبنت مع اللحم. وهذا هني البصل، هذا حمسناه، هذا حق المضروبة. على طول بننزل فيه الدياي. الدياي مثل ما قلت لكم هو صدر الدياية بس مفتتينه عشان ينضرب أسرع. هذا حق المضروب. قبل ما اختم وياكم انتظر تشولي ما تاخذ راحتها، بنزل اللوبه فوق الحمسه. اللوبه مسلوقه، كل ابونا نعرف اللوبه، هذه اللوبه. طبعا مو كلها لان حيله وايد، بس حق بطن العيش تقريبا شيله عشان ياخذ اللحم. ونخليهم شوية لين تطلع ريحتهم، عقب نضيف هني المعجون والطماط المهروس عشان تطلع طعم، ونضيف الماي لين طبخ الماي عشان ننزل في العيش. رد لكم بعد شوية لما تجهز الجذور. شوفوا هذا المضروبة قاعد تشتغل تطبخ، رايح على خليها على راحتها لين ينضى العيش تالي نهرسها. وهذا الله يسلمكم العيش مع مع اللوبة والشبنت واللحم هم جاهز. الحين بنسوي لكم الحشوة.
اللي بتنحط فوق العيش. حطينا البصل وحمسناه، حطينا له شويه ملحه وشويه بهار خفيف. بنزيده شنو؟ بنزيده شويه دارسين، بنزيده شويه هيل، وبعدين بننزل فيه الله يسلمكم الشبنت، عشان هي الطبخه كلها معتمده على الشبنت. شوف شلون ظهرت ريحته خنينه. فوق الشبنت اينا اللحم، ايه بس هذا شوف حتى هذا عود الدارسين طايح وياها من استعمال الفوح. والاساس مالها هو الطعم مالها باللوبه. شوفوني طبعا انا اقول لكم من غير مقادير، عينكم ميزانكم، بس اللي يبي يشيل يقدر ياخذ هذا الستار. انا قاعد انقي كل شيء ما ينهضم، دارسينه الهيله. واذا استخدم اذا بعد تحب الشبنت زود نقدر نزيد، عندنا شبنت راهي. نخلي ترسى مع بعض. هذه الحشوه جهزت، لما يكمل العيش نفرشها على العيش. عندنا شيء ثاني اذا في وقت اقدر اسوي. انطر شويه، انطر شويه بس لما تطلع ريحته عدل مع الشبنت ونطفي عليها الحشوه تصير ذاهبه. عقب ما استوت الحشوه ويانا وتاكدنا وذقنا ملحه اللحم واللوبه والشبنت هاي بنفرشها فوق العيش، نعطيها عاد الحين شوية زرشك اللي هو الحامض مغسول عندنا كهوة وياه بس، ونطفي عليها على طول. شيل بلاك مرة واحدة. قلبه شوية وياها ونخليه ياخذ على الحرارة اللي فيه. وين مقطعته؟ هذه مقطعته. احنا مسوين اليوم مضروبة، مضروبة دياي. ناس تحبها تاكلها كذي او مع دقوس قراش مع مش عارف ايش فلفل، بس اكو انا عندي لي طريقه اللي استخدمها مع اليريش. عندي بصل محموس، بصل محموس عادي، هذا البصل بضيف له صبار وكشمش فيصير حامض حلو، نحمسه في هالجدير الصغير اللي هو يصير يرش على المضروبه. اما هذه العيش والشبنت واللوبه لا، اكو دقوس طماط، طبعا كل البيوت تعرف تسوون دقوس طماط. نطلع على جدورنا، شوف ما شاء الله شوف ايش حلوها. وبعد تنقل بعدها ماي، وبنزيدها باقي الدياي. انا خفت من ساعه ما ينتفش العيش، هذا باقي الدياي ردينا عليه.
عندنا طريقة حق الحشوة، حمسنا الحشوة مثل الحمسة العادية بالماء، وحطينا له شوية زبدة، ونضيف له الكشمش على طول ونحركه مع الكشمش. ما جبتوا لي بيز كماري؟ جيبي ايش حقه ما حطيتي عيل، دام جيبي حطي. هذه الحشوة نسويها عادة مع اليريش، ونضيف لها شوفوا بصل محموس وكشمش وشوية صبارة، فتصير شنو حامض حلو، بس هاي صبارتنا كانها راكدة. هذه الصبارة. اكو ناس يزيد لها شوية شكر بعد، أما تصير حامض حلو أزيد، أنا أحط كفيشة شكر. ياها ولازم عاد من الهيل شوي ومن الدارسين، ما تبي بزار بس هيل ودارسين شوي. هذه حشوة المضروبة اللي هي على الدياي، ونخليها تسكر لين تتفخ الكشمش ويقعد يناطش زين، نتهمزه مع اللقمة عجيب يصير. هل هني الحين بنطل على أكلنا الباجي، هذا عيشنا مستوي وهذه مضروبتنا على وشك الاستواء، لان شفتي طلع الماي فيها كذي من فوق، على طول ناخذ بالاطراف وننزل الماي، ما نحكها ما نطلع الحكوكه عشان احنا نبيها تنتهض زياده، تشرب مايها كله، لان الماي اذا صار قاصر تصير حثه، احنا نبيها لينه، وعشان ما نقدر نضربه هني بالمضرابه اللي هي المضرابه العاديه راح نستخدم اللي هي هذه مالت الدقوس. نسوي فيها الدقوس. بنحطه ونضربه، بس انطرها لين تشرب مايها مره واحده، وتالي عقب ننشف. هاي سوينا الحين الحشو ذاهب مع الشبنت واللوبه، وحطينا فوق الزرشك هذا الحمر، وحطينا فوق الشبنت والبصل، وهذه سوينا حشوه المضروبه، وهذا عيشنا هني ذاهب الخضر اللي هو مع الشبنت واللوبه واللحم ببطنه، وهذه مضروبتنا على وشك تنتهي، ونرد لكم بعد شوي عشان ننشف. كثر ما انضربت ازود تقاود اكثر، عاد احنا لنا جدر كهرباء فاعتبروا نفسنا يوم كشاتها، مو لزوم تكون مضروبه كلش، بس يعني تعطيك شعور المضروب. احنا طبعا حاطين فيها لومي اسود مكسر وزدناها شويه لومي، وعندنا لومي فايحين بنفس ماي الفوح نزين فيه المضروبه من فوقها. هنشوفونا قاعدين نضربه يبا العيش، بس اول نطرنا تنضل حبه، لا تهرسونه قبل ما تنضل حبه، يحصرم ويصير كذي مثل الحبيبات، تصير فيه نشا يتكور عليه. شوف الحين ها قامت تقاود، شوف شلون تقاود، لان حبه العيش مستويه ماخذه راحتها، وكثر ما تضربها كثر ما تقاود وياك زود. بس احنا اليوم هو عاوننا الجدر، لان جدر تيفال ومال الكهرباء، لو انه جدر عادي كان تطاولناها طربق طربقها مثل العاده، مثل ما نضرب كذي ها كذي. اللي هو مثل ضراب اليريش وضراب الهريس، والضراب وايد ناس الحين يسوون كذي، هي مو كذي، هي تاخذ القطعه وتقول فيها ها تمسحها على الطرف، عشان كذي نستخدم الجدر المتكوك. شوف شلون قامت تقاود. واذا احتاجت حمض او لو ما تقدرون، مع ان مسويها صبار فما اظن تحتاج، هي طعمها كذي ما عليك صور. هذه جاهزه مضروبتنا جاهزه. شوف شلون ولون الطماط تحكموا فيه كثر المعجون اللي بتحطونه، اكو ناس حتى يحبونها من غير طماط، مضروبه بيضه على قولت هالعمان يسمونها عرسيه، مضروبه بيضه بس على عيش ودياي.
ذهبي لنا يبن معين حق النشاب، يلا كل شيء جاهز. قبل ما تروحين المحامية وراها مكتب، فقبل ما تروح بقول لها مشكورة وما قصرتي، مشكورين في جمعية المكفوفين لكم الشكر للجميع، للأعضاء وللإداريين. بنجيب لها لقمة ما تاكل لحم، فبحط لها دياي بقول لك فما الله. مع السلامة، بعد روحي عساك بالعوادة إن شاء الله. وياك إن شاء الله، مشكورين ما قصرتوا وكل نقصة وانتم بخير، كل رمضان وانتم بخير إن شاء الله. صحة سلامة، مشكورين. بسم الله. جاهزة. خلصنا طباخنا والجماعة يواعة، ما أبي أطول عليكم، لكن عندي بنيتنا سحر الله يسلمها، سحر العجمي عدل؟ أي عدل. أي اللي غنت تذكرون مع الجسمي في على المسرح، مسرح المعاهد كان؟ لا، مسرح ليالي فبراير. مسرح ليالي فبراير، وموجودة هم ويانا وهي من الأعضاء اللي موجودين في جمعية المكفوفين. فقبل لا تقعدين يا سحر قول لك مشكورة أنك تفضلتي، وهذا صحنك أعطيك إياه. بسم الله. بس خلتي واحدة من البنات عشان بس لو تسمح لي بعد أنا أشكرك. تفضلي. الله يعطيك ألف عافية وما تقصر، وتسلم إيدينك. يسلم عمرك. وأشكر كل الستاف البرنامج وعساكم على القوة، وصراحة تشرفنا اليوم بزيارتكم لنا، ونتمنى إن شاء الله أنها تنعاد. أكيد إن شاء الله بإذن الكريم. يا هلا وسهلا. أهو دياتك. لا مو أكل، إحنا نسوي لإعادة الأكل المرة الجاية. إن شاء الله إن شاء الله. الساعة ألف مباركة. الله يسلمك، تسلم ما تقصر. هذا احنا خلصنا ونشبنا نقصتنا، فالعاده الجماعه عيون ياكلون عندنا، اليوم احنا بنقدم لهم. يلا يا بنات خذوا يبلط الصواني ولفوا فيها عليه. يلا كماري روحي من هناك، من اول شيء منك روحي وياها انت عشان يقف الذهان. تعالي جوي شيلي شيلي هذا، انت شيلي روحي مع جوي، اعطي يقف الذهان ديبا. وهذه نقصتنا وصلت، وان شاء الله نشوفكم بس باحسن حال واحسن صحه في امان الله. الله يسلمكم يا اهلا وسهلا. سلمكم.